بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، نظام ال3 سنوات ونظام ال5 سنوات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة. حلقة النهاردة هي آخر حلقات مادة الآفات الزراعية مقررة على جميع التخصصات. نركز في الحلقة، مهم جدا، لأن احنا عاملين لكم النهاردة مراجعة، تعتبر مراجعة شفوية على معظم أو جميع الأبواب اللي احنا درسناها. وأيضا هنحاول النهاردة أن نغطي لكم بقدر الإمكان التدريبات العملية، لأن انتوا داخلين على الامتحان العملي بعد حوالي 10 أيام أو أسبوعين. فالامتحان العملي هيكون عليه نص الدرجة، عليه نص المجموع، فلازم تركزوا في حلقة النهاردة. واحنا لما نيجي نشرح الجزء العملي اللي احنا هناخده في حلقة النهاردة، هقول لكم ايه هي القواعد والتعليمات اللي تتبعها علشان تحصل على درجة متميزة في الامتحان العملي، وبالتالي بتؤهلك للحصول على درجة نهائية عالية عند اضافتها للامتحان النظري. احنا اخدنا ايه قبل كده في مادة الافات يا اولاد؟ كله بقى يركز معايا علشان خاطر الحلقة دي حلقة مهمة جدا جدا لجميع طلبة وطالبات المدارس، سواء كان ال5 سنوات او ال3 سنوات. احنا خدنا تعريف الآفة، وخدنا تقسيم الآفات ل3 أقسام رئيسية: نباتية، حيوانية، حشرية. وقسمنا الآفات الحشرية ل3 أنواع على حسب عدد العوائل لوحيدة العائل، محدودة العوائل، ومتعددة العوائل. ودرسنا بعد كده مظاهر الإصابة بالآفات المختلفة، سواء كانت المظاهر الإصابة بالآفات اللي بتتغذى بقرض العائل، أو الآفات اللي بتتغذى بامتصاص عصارة النبات، أو الآفات ذات الطابع الخاص، أو الآفات الحيوانية زي الأقرصات والنيماتودة. وبعد كده بدأنا ندرس الأضرار اللي بتسببها الآفات للمحاصيل الزراعية، للإنسان والحيوان، وأيضا للمواد والحبوب المخزونة. وبعد كده درسنا طرق حصر الآفات، سواء كان عن طريق أهمية الحصر أو طرق الحصر أو أغراض الحصر. خلي بالكم التلاتة شبه بعض. وبدأنا ندرس كيفية تقدير نسبة الإصابة بالآفات المختلفة. خدنا منها أكتر من حاجة، دودة ورق القطن، قلنا الحد الاقتصادي الحرج للإصابة 8%. يعني يا دكتور 8% هو الكثافة العددية للآفة التي عندها يتم البدء في استخدام طرق المكافحة المختلفة. يعني لو خدت عينة مكونة من 100 نبات لقيت فيهم 8 نباتات مصابين بدودة ورق القطن، أتدخل مباشرة باستخدام طرق المكافحة التطبيقية. وأيضا دودة اللوز القرنفلية 3%، وهكذا. وبعد كده بدأنا ندرس طرق المكافحة المختلفة، سواء كانت مكافحة طبيعية أو مكافحة تطبيقية. قلنا المكافحة الطبيعية كل الطرق والوسائل اللي بتستخدم في مكافحة الآفات دون تدخل الإنسان، يعني حاجة إلهي، حاجة رباني. ودرسنا نظرية التوازن الطبيعي، وقلت لكم إن الآفات وأعدائها الحيوية توجد في الطبيعة في حالة بالانس أو في حالة توازن عددي. والنظرية دي قائمة يا دكتور؟ لا، النظرية دي حدث فيها خلل. ليه؟ نظرا لتدخل الإنسان واستعمال المبيدات وتقدم وسائل المواصلات. وقلنا عناصر المكافحة الطبيعية عنصرين: عوامل حية وعوامل غير حية. وبدأنا ندرس بعد كده المكافحة التطبيقية، قلنا كل الطرق والوسائل اللي بتستخدم في مكافحة الآفات بواسطة الإنسان. ودرسنا منها الطرق التشريعية، التشريعات والقوانين التي تسنها الدولة بهدف تقليل أعداد الآفات أو منع انتقالها من منطقة مصابة إلى منطقة سليمة. ودرسنا أهم الطرق، وقلت لكم هتيجي على هيئة سؤال، لا إما صح وغلط، لا إما علل، لا إما أكمل. بعد كده خدنا المكافحة الزراعية، وتركزوا في المكافحة الزراعية، معظمها هيجي في صورة أسئلة علل. وإيه هي المكافحة الزراعية؟ عمليات الزراعية اللي بيقوم بها المزارع بهدف زراعة أرضه، إذا أجراها بطريقة صحيحة وفي ميعادها المناسب بيفيد أيضا في مكافحة الآفات وتقليل أعدادها. ودرسنا بعد كده المكافحة الميكانيكية، وقلنا هي كل الوسائل اللي بتستخدم بعد حدوث الإصابة في مكافحة الآفات. خدنا منها طرق كتيرة جدا: الجمع باليد، الجمع بالمصاد، استخدام الشباك، الحواجز والموانع، استخدام درجة الحرارة المرتفعة أو درجة الحرارة المنخفضة. وبعد كده بدأنا ندرس المكافحة التطبيقية البيولوجية، وقلنا بتعتمد على استخدام المتطفلات والمفترسات ومسببات
الأمراض والإنسان والحيوان أو الحيوان والطيور. خدنا الاتجاهات الحديثة في المكافحة، خدنا منها استخدام البكتيريا الممرضة، استخدام النيماتودة الممرضة، استخدام منظمات النمو وهرمونات الانسلاخ أو مانعات الانسلاخ اللي خدنا منها بدائل المبيدات وعرفنا مميزاتها، وقلت لكم تركزوا عليها جامد جدا، بتيجي كتير في الامتحان، وأمثلة لبدائل المبيدات. وبعد كده خدنا اللي هو زراعة أصناف مقاومة واستخدام نظام التنبؤ والاستشارة عن بعد، وأيضا خدنا اللي هو التسميد الأخضر. وبعد كده بدأنا ندرس أو نتطرق لدراسة المكافحة الكيماوية. والمكافحة الكيماوية خدنا يعني إيه مهلك حشري، قلنا هو أي مادة كيماوية أو مخلوط من أكثر من مادة كيماوية تستخدم في مكافحة الآفات أو القضاء عليها، وعرفنا شروط الواجب توفرها في المهلك الحشري الجيد، وقسمنا المهلكات الحشرية إلى 3 أقسام رئيسية على حسب طريقة تأثيرها على الآفة، وعلى حسب طبيعة أو طريقة دخولها جسم الآفة، وأيضا على حسب تركيبها الكيماوي. وبعد كده بدأنا ندرس عمليات الرش والتعفير، وأيضا بدأنا ندرس المقارنة بينهم، وعرفنا أن الرش أفضل من التعفير، وشروط الواجب مراعاتها لنجاح عملية الرش والتعفير، وأسس نجاح المكافحة الكيماوية، وإيه هي مخاطر التعرض للتسمم بالمبيدات، وأيضا كيفية تأثير المركبات الكيميائية المختلفة على الآفة، وأيضا درسنا الإسعافات الأولية التي تجرى للشخص اللي تم تعرضه للتسمم بالمبيدات. بدأنا ندرس بعد كده الاتجاهات أو كيفية خلط المبيدات ومميزات الخلط وعيوب الخلط. بدأنا ندرس الاتجاهات الحديثة في المكافحة، خدنا منها استخدام المواد الجاذبة والمواد الطاردة ومناعات الانسلاخ، واستخدام المصائد المختلفة بأنواعها والفرمونات، وأيضا استخدام المكافحة الميكروبية، وعرفنا يعني ايه مكافحة ميكروبية ومميزاتها، تركزوا عليها كويس جدا جدا. وأيضا استخدام بعد كده اللي هو المواد الطاردة قلناها، كل الطرق دي طرق حديثة بتستخدم بهدف، والمستخلصات النباتية كل دي طرق حديثة بتستخدم في بهدف القضاء على الآفات. وقلت لكم تركزوا على صور التجهيزات واهم المواد المساعده اللي بتضاف لمستحضرات المبيد لتقليل ضرره على النبات او لزياده تاثيره وزياده فعاليته ونشاطه. وبدانا ندرس بعد كده المكافحه المتكامله اللي هي الانتجريتد بيست مانجمنت، اختصارا الاي بي ام، هي الاستخدام المتوازن لكل الطرق الزراعيه والبيولوجيه والكيماويه التي تتوافق مع البيئه والمقبولة اجتماعيا والتي لها جدوى اقتصادية، بهدف جعل تعداد الآفة دون مستوى الضرر الاقتصادي أو الحد الاقتصادي الحرج. وعرفنا عناصر المكافحة المتكاملة للوسائل الوقائية، تتبع الاستكشاف، تقييم أوضاع الآفة، وتحديد وسائل المكافحة المختلفة. ودرسنا أيضا أسس نجاح المكافحة المتكاملة. بدأنا ندرس بعد كده في الوحدة الثالثة اللي هي المحاصيل او الافات التي تؤثر او لها اهميه اقتصاديه على المحاصيل. خدنا الافات العامه اللي منها الجراد والنطاط والحفار والدوده القرده، وافات القطن سواء كان في طور البادره او النمو الخضري او النمو الزهري والثمري، وايضا افات الذره والقصب اللي هي اشهرهم الثقبات، وافات الارز وافات القمح وافات المحاصيل البقوليه اللي هو من ضمنها افات البرسيم. وايضا درسنا بعد كده افات الحبوب والمواد المخزونه. وبدانا ندرس افات الموالح، وقلنا اشهرهم ذبابه الفاكهه وقلنا لكم تركزوا عليها، وافات النخيل قلنا اشهرهم صوصه النخيل الحمراء، وافات الموز اشهرهم من الموز، ومن افات بعد كده افات العنب قلنا تركزوا على دوده ثمار العنب، وافات التين حشرة التين القشرية الشمعية وحشرة التين الفنجانية، وافات الحلويات قلنا نركز على حفار ساق التفاح وحفار ساق التفاح رائق الأجنحة، ومن التفاح الصوفي او الزغبي. كل الافات دي قلت لكم تركزوا عليها من حيث الوضع التقسيمي اللي هو اسم الرتبة ونوع التطور وطول الدار وعدد الاجيال والعوائل ونوع اجزاء الفم ودورة الحياة والحد الاقتصادي الحرج ومظاهر الإصابة وطرق المكافحة المختلفة. وبدأنا ندرس بعد كده آفات اللي بتصيب الخضر والآفات اللي بتصيب الأشجار الخشبية،
وقلنا أشهرهم النمل الأبيض وثاقبة الأفرع وخنافس القلف وحفارات الساق، وبدأنا ندرس بعد كده الآفات الطبية والبيطرية، ودرسنا الآفات الغير حشرية اللي هي الآفات الحيوانية، خدنا فيهم من الحلقة السابقة خدنا القوارض، خدنا الخفاش أو الخفافيش، خدنا القراد، خدنا النيماتودة، خدنا الأقاروصات، وهنستكمل الجزء الأخير في حلقة النهاردة اللي هو القواقع والبزاقات اللي هو الرخويات وأيضا الطيور. تعالوا بينا أعزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم وهناخد فيها القواقع والبزاقات. القواقع حيوانات رخوة لها زوجين من الملامس بتشبه قرون الاستشعار. القواقع لها أصداف للحماية بينما البزاقات بتكون أجسامها عارية. تتغذى القواقع على النباتات ليلا ولها لسان بيشبه المبرد تستخدمه وبتترك في البشر وبتستخدمه أو بتترك وراءها مادة مخاطية لزجة بتكون خطوط وأشرطة فضية اللون على الأوراق. والقواقع الأرضية بتهاجم المزروعات ونباتات الزينة والبرسيم وبتجعل رائحة البرسيم كريهة فلا تقبل عليه المواشي وتعفه. القواقع أنواعها زي ما أنتم شايفين في الصورة معانا أنواع كتيرة جدا. زي إيه؟ زي مثلا عندي القوقع الصحراوي، قوقع الحديقة الصغير، قوقع الحدائق البني، ممكن تجي لك أكمل من أنواع القواقع نقط. قوقع البرسيم، القوقع الحلزوني أو الصغير اللي هو بنقول عليه قوقع النخيل، وقوقع الحشائش اللي هو قوقع الرمل الصغير. القواقع المائية بقى بتنقل الديدان الطفيلية للإنسان والحيوان والحيوانات المستأنسة. زي مثلا مرض البلهارسيا، عندي نوعين اللي هو بلهارسيا المجاري البولية، ده عند العالي الوسيط لقوقع بولينس، وقوقع بلهارسيا المستقيم والعالي الوسيط لقوقع بيموفلاريا، وأيضا القواقع الناقلة للديدان الكبدية. طبعا دي الصورة اللي في الشاشة، دي البزاقات اللي هي مختبئة الصدفة أو عديمة الصدفة أو أجسامها بتكون صدفتها عارية، بتكثر في الأماكن الرطبة وخاصة الصوبة، بتنشط ليلا، بتصيب جميع أنواع النباتات وتتغذى على أوراقها، وهناك أنواع تتغذى على ديدان الأرض، وأكثر أنواع البزاقات انتشارا النوع المعروف باسم ليماكس. هناخد بعد كده طرق المكافحة، ركز بقى في طرق المكافحة علشان دي ممكن تجي لك موضع في الامتحان. هناخد الطرق الزراعية. الطرق الزراعية بتشمل العناية بنظافة الأرض والتخلص من الحشائش، التخلص من بقايا المحاصيل السابقة، العناية بالتقليم والتخلص من الأفرع المصابة بالحرق، وتقليل عدد مرات الري لتقليل نسبة الرطوبة، انتوا عارفين ان القواقع بتحب الرطوبة العالية. الطرق الميكانيكية بتشمل الجمع باليد والتخلص منها بالحرق، وضع أجولة من الخس المبلل أو الجراد بتتجمع عليها القواقع ثم تجمع وتحرق، وضع طعوم جاذبة مثل خليط العسل والردة بنسبة 5 إلى 95% من البطاطس أو البطاطا المسلوقة، وبتهرس في وبتوضع في أواني فخارية على القنا والبتون عند غروب الشمس، ثم تجمع القواقع منها في الصباح الباكر. 4 حش البرسيم قبل الغروب وتوزيعه على هيئة أكوام صغيرة، ثم مع رفع هذه الأكوام في الصباح الباكر وجمع القواقع التي تحتها ويتم حرقها. هناخد النوع الثاني من المكافحة المتكاملة للقواقع والبزاقات اللي هي المكافحة الكيماوية. بيتوقف نجاح المكافحة الكيماوية في مكافحة القواقع والبزاقات على إيه؟ على مدى وتوفر المعلومات البيئية والبيولوجية المرتبطة بالنوع السائد، حيث تتأثر عمليات المكافحة بسلوك وطريقة معيشة القواقع والبزاقات السائدة في المنطقة المراد مكافحتها، وكذلك الظروف الجوية السائدة وظروف التربة والغطاء النباتي المتواجد في البيئة والذي تتخذه هذه الحيوانات كمأوى لها. هناخد بقى في اشتراطات يجب مراعاتها أثناء إجراء عملية المكافحة الكيماوية للقواقع والبزاقات اللي احنا بنقول عليها الرخويات. أول حاجة دراسة العوامل البيئية المحيطة بالحقول الزراعية المراد مكافحة هذه الآفة فيها. 2 يجب إجراء عمليات الحصر لأنواع القواقع المنتشرة بالمنطقة وتحديد الأنواع، أنا عندي أنواع كتيرة جدا. 3 دراسة التذبذب الموسمي في تعداد الأنواع السائدة من القواقع ومعرفة فترات النشاط والراحة والبيات لكل نوع، مع التعرف على الأماكن التي يقضي الحيوان فيها فترات البيات أو الراحة حتى يمكن تحديد الوقت المناسب لإجراء عملية المكافحة.
4 استخدام المبيد بطريقة تتناسب وطبيعة المحصول القائم. انتوا عارفين ان هي بتصيب انواع كتيرة جدا من المحاصيل وايضا الاشجار والاماكن التي تعيش فيها هذه القواقع. فمثلا في حقول البرسيم بتستخدم المبيدات على هيئة طعوم سامة او توضع بعد الحش في اواني فخارية او على قطع من المشمع او اطباق بلاستيكية على القنا والبطون. وبتستخدم المبيدات اما رشا على جذوع او افرع الاشجار اذا كانت تعيش على المجموع الخضري، اما اذا كانت تعيش على جذوع الاشجار بالقرب من سطح التربة او تحت سطح التربة بيتم ايضا استخدام المبيدات على هيئة طعم سام. هناخد بقى الآفة الأخيرة في المادة عندنا اللي هي الطيور. طبعا كلكم عارفين طيور بتشمل الأنواع مختلفة وعديدة جدا، مملكة أو صف كبير بنقول عليه كلاس إيفاس. هذه الطيور ربنا حباها بمميزات كثيرة جدا لمقاومة العوامل البيئية الغير مناسبة، زي مثلا وضع البيض بكميات كبيرة وسرعة عملية الفقس، وأيضا التحورات التركيبية اللي بتجرى أو الموجودة في أجسادها، سواء تحور الأطراف الأمامية للطيران أو التحورات الموجودة في الجزء الأمامي من الفم اللي هو المنقار، وأيضا تحورات الأرجل لالتقاط الفرائس. كل دي بتبقى مميزات حباها الخالق لهذه الطيور لمجابهة ومواجهة الظروف البيئية الغير ملائمة. وانتوا عارفين ان الطيور زي ما في منها الانواع الضارة اللي احنا بنقول عليها الآفة الحيوانية اللي هي الطيور، في ايضا انواع بتكون مفيدة زي الانواع اللي بتستخدم في المكافحة الحيوية او المكافحة البيولوجية، زي اللي بتتغذى او تفترس الديدان والحشرات والآفات الضارة بالمحاصيل الزراعية. تشمل الطيور ذات الأهمية الاقتصادية زي الأنواع الآكلة للحشرات أو الحبوب والفواكه أو الثمار، بالإضافة إلى الطيور المفترسة وآكلات الأسماك. الأهمية الاقتصادية للطيور تستخدم فضلاتها كسماد عضوي عالي القيمة، بيستخدم في كسماد بيزود من خصوبة التربة. تتغذى على الحشرات الضارة الموجودة بالحقل زي أبو قردان اللي احنا نقول عليه صديق المزارع أو صديق الفلاح. تتغذى على الحشرات النافعة زي طائر الوروار اللي بيتغذى أو بيفترس نحل العسل، ده آفة خطيرة جدا بالنسبة لنحل العسل. تتغذى على الطفيليات والمفترسات لبعض الآفات الحشرية، وفي الحالة دي بتكون هي ضار نافعة للإنسان. بيفترس بعضها القوارض والعصافير زي الصقور والبوم، ودي برضو بتعتبر من النوع النافع. بتشكل الطيور ضرر عندما تشكل أسراب جماعية وبتسبب خسائر فادحة للمحاصيل الزراعية. الجزء الأخير بتسبب خسائر لثمار الفواكه زي العنب والخوخ والرمان، وتتسبب في إصابتها السنوية بمسببات الأمراض. 8 بتهاجم البلح والتمور وتسبب تساقطه. 9 والأخيرة بتهاجم ثمار الخضروات زي الطماطم الخضراء والناضجة وتسبب خسائر كبيرة جدا للخضروات الورقية. تعالوا بينا بقى أعزائي الطلبة والطالبات زي ما وعدتكم ندرس الجزء العملي أو التدريبات العملية بالنسبة لمادة الآفات الزراعية المقررة على طلبة الصف الثالث الثانوي الزراعي جميع التخصصات. هناخد أول حاجة دليل الامتحان العملي في مادة الآفات الزراعية اللي هو جميع المجالات. طبعا انتوا عارفين ان النهاية الكبرى بتكون من 20 درجة والنهاية الصغرى من 10 درجات. السؤال الأول اللي انت بتتعرض له في الامتحان العملي، وعايز اديكم بس نبذة عن ازاي تخش الامتحان العملي وتحصل على أعلى درجة. أول حاجة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللي الدولة فرضتها لمجابهة فيروس كورونا المستجد اللي احنا بنسميه كوفيد 19 أو إعلاميا كورونا. الإجراءات الاحترازية بتوفرها لك المدرسة في لجنة الامتحان العملي، يكون معاك أدواتك
ومستنداتك اللي تدخل بيها الامتحان العملي، وأيضا بيكون معاك المعقم أو المطهر الخاص بيك، وبتلتزم بالاشتراطات والقواعد اللي فرضتها وزارة التربية والتعليم لنجاح الامتحانات، سواء كانت الامتحانات العملية أو الامتحانات النظرية. وأنا زي من هنا بقول لكم الامتحان العملي عليه نص الدرجة، يعني تركز فيه جامد للطلبة المتفوقين اللي حابين يلتحقوا بالجامعة، فلازم يكون عندك حصيلة من الدرجات تؤهلك للالتحاق بالجامعة. فعشان تجمع الدرجة دي تحترم، يعني يكون في احترام للجنة الامتحان المشكلة من قبل الوزارة، سواء كان لجنة المساعدة أو اللجنة المصححة أو اللجنة المقيمة، وعدم إثارة الشغب أثناء اليوم العملي أو يوم الامتحان العملي. وأيضا يجب أن الطالب يكون عنده المهارة في الجانب الشفوي والثقة بالنفس، وأيضا المهارة العملية في تنفيذ المهارات المختلفة اللي احنا هناخدهم مع بعض دلوقتي. كل القواعد دي أعزائي الطلبة والطلبات لو انت التزمت بيها، المقيم أو المصحح اللي الوزارة انتدبته لإجراء تقييم للامتحان هيدي لك الدرجة بمنتهى الأريحية، وبيكون فرحان بيك لأن انت طالب ملتزم أخلاقيا، ملتزم سلوكيا، وأيضا ملتزم علميا. تعالوا بينا، لو أنا دخلت دلوقتي كطالب الامتحان العملي النهائي في مادة الآفات الزراعية هتعرض لثلاث أسئلة. كم سؤال يا أولاد؟ ثلاثة. السؤال الأول بيكون عبارة عن مستندات اللي أنت بتكون معاك اللي هي كراسة التدريبات العملية، وأيضا السؤال الثاني بيكون عبارة عن المهارة اللي أنت بتجريها قدام المصحح أو بتقولها له شفوي علشان خاطر يشوف أنت عارف خطوات إجراء العمل ولا لأ. كل خطوة من الخطوات بيبقى عليها درجة. السؤال الثالث والأخير اللي هي التعرف على الشرائح تحت الميكروسكوب من شريحة، وأيضا التعرف على النماذج الحشرية المختلفة المعروضة أمامك أو نماذج للآفات اللي احنا درسناهم كلهم. وأنا جايب لكم هنا في برنامجنا المتميز عرض عملي لكل أشكال وصور للآفات اللي احنا خدناهم في المنهج كله. لو انت على اليوتيوب قعدت تراجع بعد التلفزيون، طبعا قعدت تراجع الحلقة، بالتالي شكل الآفة هيبقى محفور في ذهنك، وبالتالي مباشرة وتلقائيا هتكتب اسمها بمنتهى الثقة. هناخد أول سؤال اللي هو السؤال الأول، بيقوم الطالب بتنفيذ أحد المهارات، مش كل المهارات، هما ثلاثة اللي احنا جايبين لكم، أنت هتتعرض لواحدة من الثلاثة. أول مهارة عندي اللي هي مهارة تحضير محلول الرش. خطوات إجراء المهارة: بيتم إذابة 10 سنتي من المبيد في 10 لتر ماء في الإناء المخصص لذلك. 2، التقليب الجيد حتى يتجانس المحلول. 3، يضاف باقي الماء إلى محلول المبيد. 4، التقليب الجيد حتى يتجانس المحلول. لو انتوا لاحظتوا ان الخطوة 2 والخطوة 4 متكررة، يعني انا مش هحفظ كتير، يبقى بدوب كمية من المبيد 10 سنتي في 10 لتر مية في إناء، وبعد كده بعمل عملية تقليب عشان يتجانس المحلول، وبعدين بضيف باقي المية إلى محلول المبيد، وبعد كده بعمل تقليب مرة تانية حتى يتجانس المحلول. يبقى احنا مع بعض في شاشتنا الجميلة حفظنا أول مهارة وخطواتها، وخدنا الفول مارك أو الدرجة النهائية في المهارة دي اللي هي 5 درجات. طيب المهارة التانية ايه يا دكتور؟ تعالوا بينا أعزائي الطلبة ناخدها مع بعض. المهارة التانية اللي هي تحضير طعم سام من فوسفيد الزنك لمكافحة الحفار. خطوات إجراء المهارة: أول خطوة عندي بيوضع جريش الذرة في الإناء المخصص للتحضير. طب الجريش ده فايدته إيه؟ ده مادة جاذبة أو يعتبر أيضا مادة حاملة. 2، إضافة الماء إلى الجريش حتى يتم تبليله. وأنا بعرف إزاي إن تمت عملية التبليل، بحيث إن أنا لو قبضت
في ايدي الجريش لا تتساقط منه قطرات المياه، بس عملية تبليل لهذا الجريش. ثلاثة، اضافة المبيد اللازم اللي هو فوسفيد الزنك او الهوستاسيون او اي نوع من انواع المبيدات اللي بتستخدم كطعم سام. أربعة، التقليب الجيد. خمسة، نسر الطعم عقب التحضير مباشرة عند غروب الشمس بالحقل. ممكن يجي لك سؤال على اللي هو الراجل اللي عايز يقيمك أو المدرس الفاضل اللي عايز يقيمك، ممكن يقول لك ليه يا حبيبي بيتم استعمال الطعم السام للحفار بعد تحضيره مباشرة؟ هتقول له لأن هو غير ثابت كيماويا، يتحلل بالرطوبة وأشعة الشمس. طب لو سألك سؤال تاني في الجزئية دي، ليه بيتم ري الأرض قبل وضع الطعم السام أو قبل استعمال الطعم السام للحفار مباشرة؟ هتقوله لإجبار الحفار على الخروج من الأنفاق المختبئ بها وتناوله للطعم الإيه السام. انتوا عارفين ان الحفار زي ما قلت لكم في حلقات قبل كده انه عايش في أنفاق، في نفق بيبقى على عمق من 1 ل 2 سنتي، وفي نفق تاني بيبقى على عمق 15 ل 20 سنتي اللي هو نفق البيض وتربية الصغار. الحفار لو مش تم عملية الري بيفضل طول عمره أو طول الوقت عايش في النفق، وبالتالي لازم أجبره إن هو يصعد إلى سطح التربة ليرى أو يشاهد الطعم السام، وبالتالي بيتم تناوله. وأنتوا طبعا عارفين إن احنا حاطين المبيد على مادة حاملة وأيضا مادة جاذبة زي العسل الأسود، ده بيتم جذب الحفار لتناول الطعم السام. احنا نقدر نقول عليه بندسله السم في العسل. هناخد بقى اعزائي الطلبة والطالبات المهارة الثالثة والاخيرة اللي هي مهارة استعمال احد الات الرش او التعفير. خطوات اجراء المهارة: اول حاجة بتملأ الرشاشة او العفارة الى ثلثي حجمها بالمحلول او المسحوق من الفتحة الخاصة بذلك. 2، بتقفل فتح دخول المحلول بإحكام لمنع تسرب الهواء أو الرذاذ. 3، بيتم تشغيل المضخة الهوائية حتى يصل مؤشر المانومتر إلى علامة معينة اللي هو مؤشر قياس الضغط. 4، بتحمل الآلة وتثبت بسيور جلدية على الشخص اللي هيقوم بعملية الرش. 5، بتمسك ذراع الرش بإحدى اليدين بحيث يكون البشبوري اللي بتخرج منه رذاذ المحلول موجها إلى موضع الرش، وبيتم فتح المحبس باليد الأخرى. تعالوا بينا أعزائي الطلبة والطالبات ناخد السؤال التاني اللي هو التعرف على الشرائح التي تعرض تحت الميكروسكوب. عددها 2 شريحة، وانت عندك 3 شرائح ممكن يقولك اللي هو شريحة للمن، شريحة للتريبس، وشريحة للعنكبوت الأحمر العادي. ونمرة به اللي هو التعرف على عدد 4 نماذج لكل نموذج درجتين. هناخد السؤال الثالث اللي هو المستندات زي اللي قلت لك اللي هي كراسة التدريبات العملية تكون مصححة ومرسومة، وكل ما كان عدد الرسومات والكراسة مصححة ومعتنى بنظافتها بتاخد الدرجة كاملة إن شاء الله. تعالوا بقى زي ما وعدتكم اللي هو صور للنماذج الحشرية اللي انت هتشوفها. في الغالب النماذج دي بتكون مصبرة في علب، سواء علب بلاستيكية او علب خشبية. انت بيجي النموذج قدامك ويقول لك تعرف على النموذج المعروض امامك. هتقول له يا مستر طب انا ما شفتش النموذج. احنا هنا في شاشتنا المتميزة جبنا لك النماذج. طيب في مدرسين متميزين في مدارسنا يهمهم مصلحة الطالب المتفوق، بيعملوا له كل حصة عملية بيوريه النماذج الحشرية ونماذج الآفات في الحصة. وفي بعض المعلمين المتميزين بيعملوا عرض نهائي أو عرض مجمع لكل أنواع النماذج اللي الطالب درسها في على مدار العام الدراسي سواء كان ترم أول أو ترم تاني. فاحنا هنا بنساعد بقدر الامكان وجايبين لكم صور للنماذج. اول نموذج عندنا ده في الشاشه على اليمين اللي هو ده الجراد الصحراوي، اللي في النص هنا ده الحفار طبعا كلكم عارفينه، ودي الدوده القرده، والثلاثه من الحشرات العامه. ده طبعا التريبس قلت لكم هيجي على صوره شريحه تحت الميكروسكوب بيبقى شبهها خط اسمر كده.
وطبعا المن بيبقى منه نقطة سودة بتبقى في الشريحة. النوع الثالث من الشرايح اللي هو العكاروس العنكبوت الأحمر، طبعا زي ما انتم شايفينه ده بيبقى صورة مكبرة أكنها شريحة تحت الايه الميكروسكوب. الحشرات اللي بتصيب القطن زي دودة ورق القطن الكبرى، وانتم شايفين ادي الفراشة، ادي كتلة البيض، ادي اليرقة، وادي العذراء. دودة اللوز القرنفلية، ادي الحشرة الكاملة اللي هي الفراشة، وادي اليرقة اللي هي بتبقى لونها قرنفلي، ودي طبعا دودة اللوز الشوكية اللي بيميزها الجناح اللي لونه اخضر، واليرقة طبعا موجودة، وادي ايه لوز مصاب بدودة اللوز الشوكية. الحشرة اللي بعد كده اللي هو بق بذرة القطن، وده جاسيد القطن زي ما انتم شايفينه اهو، ودي الذبابة البيضاء، ودي البقة الخضراء زي ما انتم شايفين في الصورة، ودي كتلة البيض بتاعة البقة الايه الخضراء او بق اوراق القطن. طبعا جسيد القطن ليه اسم تاني اللي هو نطاط الاوراق. افات الذره والقصب، عندنا ادي دوده القصب الكبيره زي ما انتم شايفين، ادي الفراشه، وادي دوده القصب الصغيره، وادي دوده الذره الاوروبيه. بق القصب الدقيقي زي ما انتم شايفين اهو، طبعا ده هيجي لكم علبه مش على فرع نباتي طبعا. وادي الحشره القشريه الرخوه اللي بيميزها بيكون لونها احمر، وادي الجعل الاسود او الجعل ذو الظهر الجامد، انتوا طبعا كلكم عارفينه وبتشوفوه. الحشرات اللي بعد كده ابو دقيق البقوليات، خنفساء الفول الكبيره، صوصة جذور البرسيم، هاموش الارز، وادي اليرقه الدمويه او الدوده الدمويه، وده طبعا دبور الحنطه المنشاري، طبعا هيجي في علبه مش هيجي على فرع نباتي. سوسة الأرز، وأدي سوسة المخزن، طبعا قلت لكم أختارهم سوسة الأرز لأنه لها القدرة على الطيران، دورة حياتها سريعة، بتحط كمية من البيض أكبر من سوسة، ولها قدرة على تسلق الأسطح الميسلاء، وبتصيب المحصول في الحقل وفي المخزن، كل دي مميزات بتؤدي إلى إن هي تكون أخطر من سوسة الإيه المخزن. دي طبعا آفات الحبوب والمواد المخزونة. آفات الموالح، أدي الحشرة القشرية السوداء، في الغالب برضه هتيجي لك ورقه وعليها الحشره القشريه السوداء، وادي بق البق الدقيق الاسترالي، وادي البق الدقيق المصري، ذبابه الفاكهه طبعا مشهوره، ادي الحشره الكامله، وادي البيض، وادي اليرقات زي ما انتم شايفين معانا في الشاشه، وادي ثمار مصابه بذبابه الفاكهه. بق الموالح الدقيق زي ما انتم شايفينه اهو، ممكن يجي لك برضه على ورقه او ثمره، وده بق الهبسكس الدقيق اللي هو بيصيب المانجو، دي طبعا آفة خطيرة جدا، وهتلاقوها في أغلب المدارس، اللي هي سوسة النخيل الحمراء، بتتميز إن لونها بني محمر وعليها نقط سوداء ولها خرطوم طويل، وقرون الاستشعار بتكون على جانبي الخرطوم، والذكر خرطوم أقصر من الأنثى، وبيتميز بوجود شعيرات على الخرطوم اللي هو في نهايته بتكون أجزاء الفم الإيه القاربة. وادي دبور البلح الاحمر، وانتم في الغالب هتتعرضوا له ايضا في ماده نحل العسل وتربيه الحرير. وادي دوده البلح العمري، دي الفراشه او الحشره الكامله، ودي شكل اليرقه. حشره التين القشريه الفنجانيه، في الغالب هيجي لك فرع تين وهتكون في مظاهر الاصابه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ودي حشره التين الشمعيه. دوده ثمار العنب زي ما انتم، فراشه جميله جدا، وادي تربس العنب. تركزوا على دودة ثمار العنب لأن هي منتشرة وموجودة في النماذج اللي موجودة في المدارس. أبو دقيق الرمان طبعا برضو منتشر وموجود في المدارس. من التفاح الصوفي أو الزغبي، حفار ساق التفاح اللي بيميزه الفراشة لونها أبيض وفيها نقط سوداء على الأجنحة، وادي ذبابة ثمار الزيتون زي ما انتم شايفينها، ادي الحشرة الكاملة، وادي اليرقة، وادي البيض، ودي طبعا خنفساء القساء بتصيب العائلة القرعية، والخنفساء الحمراء، فراشة درانات البطاطس، ادي الحشرة الكاملة، وادي اليرقة، وادي العذراء، طبعا دي صور مختلفة للحشرة الكاملة، وادي درانات مصابة، حفار ساق الباذنجان، ادي الحشرة الكاملة، وادي اليرقة، وادي العذراء ايضا.
ابو دقيق الكرنب معرض ان يجي لك جدا، لانه منتشر في النماذج اللي موجوده في المدارس، قنفساء البرغوثيه، دودة قرون اللوبيا، سبابة الفاصوليا. ركزوا في الصور دي جدا يا أولاد، لأنه مش هتلاقوها في حتة تانية إلا في برنامجنا ده، لأنه طبعا أنتوا عارفين ظروف الكورونا كان نسبة الغياب مرفوع، فمعظم الطلبة لم تشاهد هذه النماذج، فإحنا من هنا بنوفر خدمة تعليمية ليكم بقدر الإمكان، علشان خاطر لما تدخل الامتحان العملي تبقى عارف النماذج اللي موجودة عندك، ويقول لك تعرف عليها، تتعرف عليها بمنتهى السهولة. هناخد بعد كده أبو دقيق الخبازي، طبعا فراشة من الفراشات الجميلة. طب إيه الفرق بين الفراشة وأبو دقيق؟ قلتها لكم قبل كده، إنه أبو دقيق بينشط نهارا بينما الفراشات بتنشط ليلا. أي حاجة بتطير في النهار أوعى تقول عليها فراشة. دي طبعا أنواع مختلفة للجعال، جعل الورد الذهبي، جعل الزمرودي بيكون لونه زمرودي، وادي جعل الخوخ بيتمازن انه اسود في اصفر وبيكون بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. طبعا دي بتصيب نباتات الايه الزينه. خنافس القلف، وادي حفارات الساق، وادي طبعا النمل الابيض اللي هو بيعيش في طائفه ملكه وملك وجنود للحراسه زي ما قلت لكم في الحلقه اللي قبل كده. دي طبعا اشكال مختلفه من القواقع. اول ما يجي لك القوقع هيقول لك تعرف عن نموذج، هتقول له قوقع. عايز تكتب اسم القوقع يبقى انت استاذ ويترفع لك القبعه. البزقات طبعا مش موجوده في المدارس، ففي الغالب اللي هيكون عندك انواع مختلفه من القواقع. وادي طبعا الصرصور الامريكي، ادي البراغيث، ادي عائله النغف، طبعا ده حاجات معروفه. وادي القوارض، وادي الخفاش، طبعا الخفاش محنط فمش هتلاقوه كتير. وادي الأكاروس قلت لكم هيجي على هيئة شريحة تحت الميكروسكوب. هناخد بقى الجزء الثاني اللي هو التدريبات العملية في مادة أمراض النبات، ودي طبعا برضو مكررة على جميع التخصصات. طبعا الدرجة الكلية من 20 والدرجة الصغرى من 10، وعندي مهارتين انت هتتعرض للأسئلة في مهارة واحدة وتقول الخطوات بتاعتها بمنتهى الثقة للمصحح اللي عندك، تاخد الدرجة كاملة، تلتزم بقواعد السلوك الأخلاقية والأدبية، صوتك يبقى هادي، ما تعملش مشاغبات للخلل بنظام الامتحان، تلتزم بالإجراءات الاحترازية. بعد ما تنتهي من الامتحان بتاعك وتتأكد من ان انت سلمت وكتبت بياناتك على ورقة الإجابة، يفضل ان انت تغادر مكان الامتحان مباشرة لمنع التزاحم والمرور بالامتحان بأقل خسائر ممكنة سواء في العدوى، ونلتزم عشان ربنا يحمينا، لأنه كوفيد 19 من الأمراض الفيروسية اللي بتنتشر بصورة وبائية، ولذلك احنا بنحذر وبنقول لكم التزموا بالقواعد الاحترازية، البس كمامتك، يكون معاك الأدوات التعقيم بتاعتك، كل دي بتقيق من العدوى. هناخد بعد كده المهارات اللي عندي زي ما قلت لكم مهارتين. المهارة الأولى مهارة تحضير سلخ من ورقة نبات مصاب بمرض البياض الذهبي أو البياض الدقيق، دي عليها 5 درجات أو قطاع في بصرة يوريدية لفطر الصدأ. خلي بالكم المهارتين هيبقوا شبه بعض ما عدا الخطوة رقم 3. أول حاجة تنظيف في الشريحة مع إمساكها بالطريقة الصحيحة اللي هي مسكها من الحواف لو المصحح سألك. 2 وضع قطرة من الماء على الشريحة. 3 عمل سلق في بشرة النبات المصاب أو قطاع في البصرة ووضعه في قطرة الماء. 4 تغطية الشريحة بغطاء الشريحة. 5 وضع الشريحة على مسرح الميكروسكوب وضبطها وفحصها. المهارة الثانية زي ما قلت لكم هتبقى تحضير شريحة من الجراثيم التليتية لفطر التفحم السائب في القمح زي المهارة اللي فاتت. تنظيف الشريحة وإمساكها بالطريقة الصحيحة. وضع قطرة من الماء على الشريحة. امساك السنبله، دي الخطوه المختلفه اهو، امساك السنبله المصابه من العنق وطرقها بالاصبع لتسقط الجراثيم في قطره الماء. رابع خطوه اللي هي تغطيه الشريحه بغطاء الشريحه. والخامسه والاخيره وضع الشريحه على مسرح الميكروسكوب وضبطها وفحصها. زي ما خدنا برضو 3 اسئله هناك، هنا برضو 3 اسئله. السؤال الثاني بيكون التعرف على النماذج.
النباتية 4 نماذج لكل طالب، وتعرف على شريحتين تحت الميكروسكوب، والسؤال الثالث والأخير اللي هو المستندات اللي بيتقدم بها الطالب اللي هي كراسة تصبير نباتات مصابة لا يقل عدد النماذج فيها عن 10 نماذج لأمراض نباتية مختلفة من المنهج، انت اختارهم براحتك، بس المهم الكراسة تكون معاك كراسة التصبير، ويكون مدون عليها بياناتك الشخصية لمنع الاحتيال وتداول الكراسة بين الطلبة، وأيضا كراسة التدريبات العملية اللي هي كراسة العملي يكون مرسومة وتكون مكتوب فيها الدروس العملية والتواريخ وموقعة من مدرس المادة ومكتوب فيها كل الدروس العملية اللي انت خدتها أثناء المنهج الدراسي عشان تحصل على أعلى الدرجات في من 20 درجة. طيب زي ما وعدتكم، زي ما عملنا في مادة الآفات، هناخد صور للنماذج الأمراض اللي انت ممكن تتعرض لها كنماذج مرضية. تعالوا نبص بقى في شاشتنا الجميلة. أول مرض عندي اللي هو اصفرار أوراق الخيار، دي الصورة اللي في اليمين، وده التبركش، مرض التبركش، وده التخطيط في القصب أو في الذرة الشامية، وده مرض التبقع البني في الفول زي ما انتم شايفين بقع بنية اهو، وادي ورم الجذر الصولجاني في العائلة الصليبية وده فطر لزج، وده مرض موت البادرات وده فطر بيضي، تصمغ الموالح زي ما انتم شايفين صمغ على فرع من الفروع وده فطر بيضي ايضا، الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم فطر بيضي، بيض الزغبي اللي هو وجود بقع صفراء اللون على السطح العلوي للأوراق يقابلها على السطح السفلي نموات زغبية لونها أبيض، وده في كل أمراض البيض الزغبي باختلاف العائل، سواء بقى البيض الزغبي في القرعيات في العنب في البص أيا كان. هناخد بعد كده العفن الطري في ثمار الفاكهة ده فطر زيجي، والعفن الجاف في لوز القطن فطر زيجي، وده متوفر في المدارس عشان تبقى عارفين. العفن الأسود في البصل برضو متوفر في المدارس. العفن الأخضر والأزرق اللي احنا بنقول عليه البنسليومي في الموالح، طبعا أنا قلت لكم مقارنة بين الاتنين، ده بتبقى لونه أزرق وده لونه أخضر، وده بقع دايرة غير منتظمة وعريضة، دي بتبقى منتظمة وضيقة. البياض الدقيق في العنب أو في القرعيات بقع دقيقية المظهر على سطحي الورقة، يعني السطح العلوي والسطح الايه السفلي، ده البياض الدقيق في الورد طبعا فطر أسقي. العفن القطني في الخضر ده طبعا زي ما انتم شايفين اهو فطر أسقي، وادي التفحم السائب في القمح، طبعا ده موجود في المدارس بصورة كبيرة جدا، سنبلة قمح ما فيهاش ولا حباية ولونها اسود يبقى ده التفحم السائب في القمح. طب لو سنبلة قمح الحبوب سوداء بس محتفظة بشكلها او محتفظة بغلافها يبقى تقدر تقول عليه التفحم المغطى او تقول عليه التفحم النتن اللي انت عايزه، لانه الاتنين شبه بعض ما عدا الرائحة. التفحم العادي في الذرة الشامية طبعا كتل بيكون غلافها شفاف او لامع ابيض لامع، وبتحتوي على مسحوق متفحم من جراثيم الفطر التليتية، وده طبعا التفحم الكاذب في النخيل، لو لقيته موجود على ورق النخيل ده على طول تقول عليه التفحم الكاذب في النخيل، وده صدأ الساق الأسود في القمح، قلنا بيميزه ان البصرات بتكون مستطيلة ومبعثرة على ورقة القمح، بيكون طبعا لونها أحمر بصرات اليوردية، وده الصدأ الأصفر بيكون بيسموه ساعات الصدأ المخطط لأن البصرات بتكون بيضية ومتوازية مع العرق اللي هي الوسطي، وصدأ البرتقالي أو بيقول عليه صدأ الأوراق البصرات بتكون مستديرة وبتكون مبعثرة على الورقة. طبعا صدأ الفول اللي هو أحادي الإيه العائل، الأصداء التلاتة اللي فاتوا ثنائية العائل، ليه ثنائية العائل يا دكتور؟ لأنه بتقضي دورة حياتها على عائلين مختلفين، العائل الأول بقول عليه العائل الأساسي اللي هو نبات القمح، والعائل الثاني اللي هو في الغالب بيكون نوع من انواع الحشائش مثلا صدأ الساق الاسود في القمح، العائل الثاني بتاعه اللي هو نبات الباريباري، الصدأ الاصفر غير معروف، الصدأ البرتقالي او صدأ الاوراق اللي هو العائل الثاني بتاعه نبات بنقول عليه نبات السلكترم. طبعا صدأ الفول وصدأ الورد بيكون من الاصداء احاديه الايه العائل. تعالوا بقى في الصور معانا في شاشتنا عشان
الصورة تثبت في ذهنكم. ادي صدأ الورد، ورقة ورد بتكون عليها بقع مستديرة، وادي العفن الوردي في كيزان الذرة زي ما انتم شايفين لونه وردي اصلا، وادي عفن طافية الثمار في الموز، ده فطر ناقص، تبقع البني في الفول مرة تانية فطر ناقص، عفن الرقبة في البصل فطر ناقص، اللفحة في الأرز زي ما انتم شايفين معانا اهو، ادي سنابل بيضاء زي ما انتم شايفين، الندوة المبكرة في البطاطس والطماطم، ادي على الأوراق وادي على الثمار وادي على ثمار البطاطس، وطبعا ده فطر ناقص ايضا، العفن الأبيض في البصل فطر ناقص، بتلاقي الجذور متآكلة وهي في نمو أبيض على الجذر، التدرن التاجي في الحلويات المسبب بكتيريا، خلي بالكم من المسببات، العفن الطري في البطاطس المسبب بكتيريا، العفن الحلقي في البطاطس المسبب بكتيريا، اللفحة النارية في التفاح والكمثرى المسبب بكتيريا، اصفرار العنب المسبب الفيتوبلازما، تحرن العنيد في الموالح المسبب السبيروبلازما، قباء الموالح المسبب فيروس، توارد القمة في الموز المسبب فيروس، تدهور السريع في الموالح المسبب فيروس، تخطيط في القصب فيروس، تعقد الجذور في الخضر والفاكهة النيماتودا، والتدهور البطيء برضو في الموالح النيماتودا، وادي النباتات الزهرية المتطفلة، ادي الهالوج ده متوفر في المدارس وهتلاقوه في النماذج، وادي الحمول اللي هو بيصيب البرسيم، وادي العذار اللي بيصيب الذرة وقصب السكر، وادي ريم الأرز، وادي الأشنات اللي بتصيب أشجار الفاكهة، وادي الأمراض الفسيولوجية، دي لسعة ثمار الطماطم، وادي لسعة ثمار البطاطس، آسف لسعة ثمار المانجو، وادي لسعة ثمار البطاطس، وادي الطماطم زي ما انتم شايفين البقع البيضة اللي على الثمرة دي، وادي البقع النحاسية اللي قلت لكم عليها اللي على البطاطس، تصمغ الحلويات عطش فسيولوجي، أضرار الصقيع على البطاطس، أضرار الصقيع على القصب، إكزنزيما الموالح أو موت الأطراف نقص النحاس، تبركش الأوراق نقص الزنك، اصفرار أوراق الكمثرى نقص عنصر الحديد، آخر حاجة معانا اللي هو القلب الأسود في البطاطس، وده بيكون زيادة الري وزيادة السماد الأزوتي، وادي القلب الأجوف في البطاطس، وده سوء التخزين في المخازن، وطبعا في تعليمات خاصة بأداء الامتحان، التأكد ان الكراسة العملي خاصة بالطالب وموقعة من لجنة الامتحان لعدم تداولها، بتضاف درجة المستندات إلى درجة النماذج بالنسبة لطلبة المنازل والعمال الزراعيين والدور الثاني، والتعرف عندهم بيكون على 6 مش 4 من النماذج، والتعرف على 3 شرائح بدل من شريحتين. بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون غطينا بقدر الإمكان الجزء الأخير من الآفات الحيوانية، خدنا منها القواقع، خدنا أنواعها، خدنا طرق المكافحة سواء كان مكافحة زراعية أو مكافحة ميكانيكية أو مكافحة كيماوية، وبدأنا ندرس التدريبات العملية لمادة الآفات الزراعية ومادة أمراض النبات. بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كان معكم من التلفزيون المصري دكتور وائل شلال، على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله، نشكركم ونحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.